صباح الخير جميعا. الحمد لله على السلامة من كل البلاد والقرى القريبة والبعيدة. عايزين نشكر الرب النهاردة لأجل يوم جميل الرب هيمتعنا بحضوره المميز في كل فقرة من فقرات برنامج النهاردة. عندنا فقرات جميلة فيها هنسبح الرب وهنسمع كلام الرب وهنشوف حاجات جميلة قدام عينينا وهنسأل وهناخد إجابات من قبل الرب مباشرة. فخلينا كلنا نكون كده قلوبنا مرفوعة قدام ربنا ونقول له احنا مشتاقين انك تتمجد وسطينا. مين يقول امين؟ خدمة بنات الكرمة فرحانة بانه النهاردة يوم جميل من الايام الروحية الكبيرة اللي الرب يمتعنا بيها. فرحانين ان معنا قناة الكرمة، يعني بنات الكرمة بترحب بقناة الكرمة، اخونا صميل استفانوس واخونا ساهر سعيد وكل طاقم التصوير والصوتيات. الرب يباركهم، تعبانين من بدري قوي علشان يكونوا معانا النهاردة في رؤية عظيمة ينقلوا بها كلمة الرب لبيوتنا وبلادنا والأماكن البعيدة اللي ما فيهاش اجتماعات كبيرة زي كده. خلينا نرحب بيهم ونقول لهم شكرا لمحبتكم وتعبكم. الاجتماع الأول هنقضي وقت جميل في الترنيم مع العازفين الرائعين اللي انتوا شايفينهم والمرنمة الجميلة الأخت الجيلان فاروق. خلينا كلنا نرحب بيهم نقول لهم أهلا بيكم. خدمة الكلمة خدمة مميزة جدا النهاردة لأنه من سنين طويلة دايما بنجيب إخوة يوعظونا. النهاردة عندنا أخت بميت راجل، الأخت إيفان سعد والفريق معاها من القاهرة. نشكر الرب لأجلهم. إيفان سعد ذكري هواش، والدها أنا بعرفه لأنه كان أسيس جميل وأخوها هو الأسيس أمجد سعد، وهي بركة كبيرة وجوزها أسيس عظيم في القاهرة وفي لبنان الأسيس نبيه سمير. نشكر الرب لأجل الأسرة الجميلة اللي بتمجد الرب وكل الأخوات الفاضلات شرفتونا وبركتونا. معهم 10 خادمات تقريبا ولا 12، 10 خادمات مستعدين يسمعوا أي حد فينا عنده أي مشكلة، أي حاجة ضغطاكي، أي حاجة تعباكي. 10 الأخوات دول ممكن تقفوا علشان يشوفوكم، احفظوا شكلهم، اي وقت محتاجين تحكوا طول النهار هم معانا مش هنسيبهم. امين. الرب يبارككم على تعبكم. في الاخر عندنا فقرة جميلة مع جودي في ترنيمة خاصة، لكن بعدها في فقرة مميزة جدا مش هقول لكم عليها غير في وقتها. مستعدين للفقرات الجميلة؟ عايزين نقول للرب اهلا بيك وسطينا. مين يحيي تحية عظيمة لشخص الرب اللي حاضر وسطينا النهاردة؟ نقول له رب احنا بنشكرك لانك هتدينا يوم جميل، يوم رائع، يوم مثمر، في حاجات كتير تتحل جوه اعماقنا وجوه اذهاننا. مع اول فقرة في التسبيح مع الاخت جيلان فاروق، تفضل. أمين. صباح الخير. في ناس لسه مش معانا، صباح الخير. مين مشتاق يلمس حضور الرب النهاردة؟ مين مشتاق يشوفه؟ مين مشتاق يشوف مجده النهاردة؟ مين مشتاق يغطينا بمجده؟ انتوا عارفين ان زمان في خيمة الاجتماع ايه اللي حصل؟ حد يعرف؟ بهاء مجده عمل ايه؟ غطى وكلل الخيمة. مين يقول له يا رب تعالى النهاردة وغطي الخيمة دي ببهاء مجدك؟ محدش رفع ايده. مين يطلب الرب النهاردة ويقول له تعالى يا رب؟ خلي ايديك مرفوعة لو سمحت دقيقة واحدة، خلي ايديكم مرفوعة. يا رب من فضلك كل ايد مرفوعة يا رب بأمانة وبصدق، كل قلب مرفوع ليك يا رب ومشتاق لحضورك، كل نفس جاي عشان تتلامس معاك، كل واحدة يا رب جايبها انت ودعيها انت لمقابلة شخصية معاك، دعيها باسمها يكون ليها يا رب تلامس معاك النهاردة، يكون ليها مقابلة حقيقية معاك يا رب النهاردة. يا رب احنا جايين كلنا مشتاقين لحضورك، جايين يا رب عايزين نرى مجدك بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الآب الروح.
يا رب جايين كلنا رافعين قلوبنا ليك، زي ما بتقول الترنيمة يا رب، لما بكون جوا الروح بحيا السماويات يا رب. يا رب جايين بنقول لك يا رب وحد أرواحنا بروحك، عرف أرواحنا بروحك يا رب، علمنا ازاي نرنم، علمنا ازاي نقدم لك ذبيحة تسبيح بثمر شفاء معترفين باسمك، علمنا ازاي نطلب وجهك يا رب. يا رب جايين كلنا يا رب رافعين قلوبنا ليك، رافعين عينينا ليك يا ساكن السماوات، من حيث يأتي عوننا. لك السماوات يا رب، لك الأرض وملؤها، المسكونة أنت أسستها، الحق والعدل قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف يا رب، جايين نقدم لك هتاف النهاردة لإسمك، تكون أنت المعبود وحدك يا رب. يلا وإحنا في روح الصلاة كده قول له إني لرافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك. اسمع صلاتنا يا رب واستجيب لدعائنا. يقول كده المزمور، أرفع عيني إلى السماوات من حيث يأتي عوني، لا لكن معونتي من عند مين؟ معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. يقول كده لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، لا ينعس حافظ إسرائيل. قول أنا جاي أرفع لك ذبيحة التسبيح. اسمع صلاتك واستجيب دعائي. يلا بلسان واحد وبروح واحدة اطلب الرب. إني لا رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا. اسمع صلاتي واستجيب. يلا ادع تاني وقول إني رافع، ارفع ايدك وانت بتطلب الطلبة دي، اطلب الساكن عن يمين الآب، اطلب الجالس في عرش النعمة وحده، الحمل المسبوح إليك.
بعلن يا رب انك عزي وترسي مجدي ورافع راسي، جاي بعلن يا رب انك قسمتي نصيبي قسمتي كأسي وقابة قرعتي. قل له من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض. يا رب ليك جوعي وليك عطشي، ليك اشتياقي يا رب. من لي يا رب سواك؟ اعلن احتياجك لشخص وحده، يقول له يا رب انا مش مسنود على اي حاجة غيرك، مش جاي بطلب عطايا مادية، لكن انا طالب عطية العطايا يسوع، العطية التي لا يعبر عنها. يقول له يا رب جاي وعايزك اتقابل معاك مقابلة حقيقية يا رب، جاي بجوع يا رب وبقولك انت شبعني، لان انت المن الحقيقي النازل من السماء، ما فيش اي من تاني يشبع غيرك. جاي بعلن لك عطش يا رب، لان انت ينبوع الحياه، عندك الميه الحيه اللي تروي، وانت بتصلي قول له الكلمات اللي جايه دي، قول له جوعني ليك واشبعني بيك، اشبعني من فيض غناك يا رب. قول انا عارف ان انا ليا عندك كتير، انا جاي وطالب ده النهارده. اطلب الرب، اطلب الرب وقول له يا رب جاي جائع ليك، جاي عطشان ليك يا رب، اشبعني ورويني انت. جوعني ليك واشبعني
بجمال يسوع انت شفائي عزاء روحي نشيد قلبي هتاف عمري إلهي ليس سواك إلهي ليس سواك من لي سواك يحميني من كل من لي سواك سيدي يملأ فراغ وحدتي من لي سواك سيدي يملأ فراغ وحدتي من لي سواك مرشدي يهمسني في كل على فكرة. أمين. أنت اعلن ده بقوة. لا سواك كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء كيف أتي إليك ضالعا فانظر إلي من علاك أتي إليك ضارعا فانظر إلي من علاك انظر إلي سيدا حتى أعيش في ما لناش غيرك صح؟ انت الهنا لا سواك. ليه لا سواك؟ لان فيك الشبع
فيك الارتواء، فيك السند، فيك العزاء. مين يعرف يعمل ده غيره؟ لو كان في حد على الأرض كان يعرف يعمل ده. ما كانش الله خلى ابنه يتجسد، ما كانش ابنه تجسد عشاننا. ما كانش يقول كده الكتاب: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. التنيمة اللي جاية بتقول أنا ما أقدرش أتحمل حياة، هي تبقى اسمها حياة أساساً، أنت الحياة. أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك. الدنيا وما فيها ما تساوي لحظة معاك. وهو النهاردة اداك يوم، يمكن يومنا النهاردة يخلص 2-3 الظهر. يا بخته اللي يعرف يقتني الفرصة دي، يا بخته اللي يعرف يمسك فيه زي السامرية وما يسيبوش غير لما يشرب منه ويدوق المية الحية. قول أنا ما أقدرش أكمل من غير وعد وإيد تسندني أعبر بيها، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. برافو عليكم. أنا ما أعرفش أعيش في البر، أنا ما أعرفش أكمل من غير وعد وإيد تسندني أعبر بيها وتجيبني وأنا بعيد وترد نفسي وأنا بعيد. تعرف تصلي الترنيمة دي وتصلي لأي نفس تاني تعرفها بعيد، قول يا رب أنا برسل إيدك ليها للنفس دي تردها. قول يا رب أنا جاي أمسك في الإيد دي عشان ترد نفسي أنا. أمين أمين. حد عايز الطلبة دي؟ حد طالب الطلبة دي من قلبه؟ يلا قول يا رب أنا جاي أمسك فيك وأعبر بيك وأكمل معاك لحد ما أوصل بالسلامة البيت الأبدي. أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك، أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك. دي الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك، دي الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك. يلا تاني أقوله: أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك، أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك. دي الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك، دي الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك. ويا دوب واتجمع تاني فيك. انا ما اقدرش اكمل من غير وعد وايد، انا ما اقدرش اكمل من غير وعد. اسندني اسندني اعبر بيها وتجيبني وانا بعيد، اسندني اعبر بيها وتجيبني وانا بعيد. انظرنا عليك عيني، انا عبدا خدامة وبقبل قدمي، انا عبدا خدامة. يلا قوله تاني: ما اقدرش احول عيني، وانا ما اقدرش احول عيني عن طرف دي.
أمين.
لأنه مكتوب عنه برج حصين يعمل إيه؟ يهرب إليه الصديق ويتمنع في واحد اسمه يسوع غالب لو تثبت فيه، غالب لو تثبت فيه. في إنجيل يوحنا إصحاح 4 كان في مقابلة مع مين؟ حد يعرف؟ السامرية، برافو عليكم، كلنا عارفين قصة السامرية. لما جات لي يسوع وبيقول لها أنا عندي مية اللي يشرب منها يحصل له إيه؟ ما يعطش. قالت لي طب اديني المية دي وريحني من التعب بدل ما أنا باجي وبملى وبعمل كل يوم. قال لها بس في حاجة لازم تحصل، لازم الأول تكب كل المية، أسفة في اللفظ، ترجع المية اللي انت شرباها، المية المتعكرة، المية اللي مش نظيفة، المية اللي تعباكي، وأنا هخلي فيه ماء حي يجري وفي أنهار حية تحصل إيه؟ تجري من بطنك. وده حصل ولا لأ مع السامرية؟ حصل. وعملت إيه بعد كده؟ راحت بشرت السامرة كلها، وبواحدة بس شربت من المية دي، كانت بطلة وعظيمة في الكرازة والإيمان. مين عايز يكون سامرية النهاردة؟ في ناس مش رفع أيديها، في ناس لسه، في ناس عاملة أيديها كده مش قادرة ترفعها بقوة. طب تيجي وانت رفع إيدك تغمض عينك نص دقيقة وتقول له يا رب أنا عايزة أتقابل معاك النهاردة. يلا قولها بصوت عالي، يا رب عايزة أتقابل معاك النهاردة زي السامرية لما تقابلت معاك، وزي السامرية لما شربت من ينبوع الماء الحي. يا رب كل مية أنا شرباها معكرة بكبها يا رب النهاردة، برجعها، بخلي أجراني فاضية عشان أملاها منك. أي مية غريبة يا رب تملاني أنا برفضها، أي أساليب وأي سلوك وأي شهوات وأي طلبات وأي مغريات يا رب ملياني ومتمسك بيها ومش عارفة أتحرر منها ومخلياني مش عارف أشوفك، مخليها اللي جنبي لامس حضورك وفرحان بيك وبيرنم ويسبح وأنا مش عارف ليه. قول له يا رب أنا جاي بكب كل المية دي عندك، وبعلن يا رب وبطلب من قلبي أن أنا عايز أشرب مية جديدة من عندك. قول يا رب رويني من الماء اللي عندك. قول عايز أعيش في مخافة اسمك، عايز أعيش في القداسة التي بدونها لا أحد يرى الله. كل حاجة يا رب مخلياني مش شايفاك، مش عارفة تلامس معاك، مش عارفة أفرح، مش عارفة أتعزى، مش عارفة أتملي من الروح القدس، مش عارفة أخد مواهب جديدة، لساني مربوط إن أنا أتكلم عنك، مش عارف أعيش اختبارات حية يومية معاك. قول يا رب بحط كل روبوت مقيدني قدامك النهاردة عندك، وبعلن يا رب إنه لغيرك ممنوع اللمس. عايز أربحك يا رب النهاردة زي ما السامرية ربحتك، عايز أخدك نصيب صالح ليا. قول ده، قول الكلمة دي بصوت عالي، لغيرك ممنوع اللمس. قوله تاني، يا رب لغيرك ممنوع اللمس، ليك السلطان على حياتي، ليك السيادة وحدك على حياتي، مبارك اسمك. يلا قول له عايز أعيش في مخافة اسمك، ده سلامي في خضوع إليك، ويشوف فيا العالم رسمك لما أنظر يسوع بعينيك. أنت الصفقة الرابحة في عمري، أنت المنفع تحت الشمس، حقك وحدك استخدمني أنت يا رب، انت وحدك اللي ليك الحق انك تستخدمني، ولغيرك ممنوع اللمس.
طهر كل خزاين قلبي. تعال يا رب واغسل وطهر. إذا كانت أجراني اتملت من مية غريبة، مية مش طهرة، فأنا جاي بتنقى وبتطهر وبتقدس أمامك النهاردة يا رب. عايز أعيش في مخافة اسمك، ده سلامي في خضوعي إليك، ويشوف فيا العالم رسمك لما انظر يا يسوع بعينيك. عايز أعيش في مخافة اسمك، ده سلامي في خضوعي إليك، ويشوف فيا العالم رسمك لما انظر يا يسوع بعينيك. انت الصفقة الربح في عمري، انت المنفع تحت الشمس، حقك وحدك تستخدمني، والغيرك ممنوع اللمس. انت الصفقة الربح في عمري، انت المنفع تحت الشمس، طهر كل خزاين قلبي. عن يا سيدي ضعف إيماني، خليني أبقى أمين في عبادتي، واخلق فيا شخص روحاني. طهر كل خزاين قلبي. عن يا سيدي ضعف إيماني، خليني أبقى بتيم، وتلاقي فيا شخص روحاني. انت الصفقة الرابحة في عمري، انت المنفع تحت الشمس، حقك قوله لغيرك ممنوع اللمس. امين. انت الصفقة الرابحة في عمري، انت انت صديق منتصف الليل، متعني فيضان البركة، حب غمر وعطف وسيل. دخلني الأعماق الشركة، انت صديق منتصف الليل، متعني فيضان البركة، حب غمر وعطف وسيل. انت الصفقة الرابحة في عمري، انت المنفع تحت الشمس، حقك وحدك تستخدمني، والغيرك يلا قولوا الكلام ده لوحدكم. انت الصفقة. جمالك في هيبان فاضي و...
رب كمل شغلك، أرجوك كمل شغلك فينا وأوان كرامك خلينا، أرجوك كمل شغلك فينا وأوان تشكيلك. خلقنا العمل صالح سبق وأعده لينا، شوه أوانينا رغم من زيك مش هتفشل، من زيك انت عظيم جاي بتغيير علينا، تعظيم جاي بتغيير، أزرع عمل النعمة في أواني مليانة عيوب، بس بذلت تاني ياللي بذلت الابن عشان خلينا نكون مقدر العطية دي. كل نفس جعانة رب جاي ليك النهارده شبعها من المن اللي نازل من السماوات لينا رصيد النعمة، اشكرك من قلبك مهما 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 هنفشل تلحقنا بسندة وتعظيم، ازرع عمل النعمة في أواني مليانة عيوب، بس ايديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب، ازرع عمل النعمة في أواني مليانة عيوب، بس ايديك
في الدنيا. من بطن أمي دعوتني رداء، أنت دعيتني لكده يا رب. من بطن أمي دعوتني رداء خلاص ألبستني. اطلقني سهلا كل واحد يا رب موجود النهاردة. في ظل يديك خبتني سهما مبريا جعلتني. انت اعظم اروع ما في الدنيا، حبك غير نبضة كل ما بيا. انت
شريكا في قلبي. شاور عليه قول له حبيبي يسوع. مامتها حكت لها حكايه، خدت الحكايه وراحت تصلي، طلعت لنا بترنيمه جميله كلمات ولحن. ومن ساعه ما قلنا هنعمل يوم وكثير من حضراتكم قالوا لي عايزين ترنيمه جودي، فهنسمع جودي وهي بتقول لنا ترنيمه من كلماتها والحنها، ترنيمه تناسب الظروف اللي احنا فيها. خلينا نتامل في الكلمات ونستمتع بالموسيقى بتاعتها. مامة جودي الأخت سحر شجعتها في الترنيم وأنتم بتشجعوها، ومس جيلان هي مس بتاعتها في المدرسة فقدوة ليها ومثل أعلى ليها في الترنيم، هتسمعنا الترنيمة تفضلي. في الترنيمة حابة أحكي لكم عن ملايكة ظهرت ونجمة تكلمت، قالت كده إنه في إله اتولد، إله كله محبة، جه عشان يعلن ويظهر محبته. يسوع جه عشان انت ما تفضليش بعيده وتايهه، لكن عشان تفتحي له قلبك وتكوني خليقه جديده. اتولد يسوع وسطينا، قدم لينا نفسه هدية، اخد هيئة عبد حقير مع انه رب الاكوان. جه يسوع علشان يفضينا ويحررنا من الخطية، ويجانا في مزوة صغير وجه لخلاص الانسان. عظيم منك جاي لك
طلت من السماء والماجوس شافوها بعيد بتقول اتولد مليك وانت ليه قاعد بعيد يلا قوم من هنا وامشي معايا للوليد اليوم افتح له قلبك هترجع زي الوليد عذراء بعرفها من حوالي 250 شهر 300 شهر حاجة زي كده يعني وكل مكان ربنا بيبعتها فيه بتترك بصمة قوية وواضحة أجمل حاجة في الأخت إيفان اللي هتكلمنا بكلمة الرب دلوقت أني ما عندهاش هزار في العلاقة مع ربنا لما تقعدي معاها تحب الرب أكتر ده مش أنا تقعدي مع الأخت إيفان تحسي إن الحياة مع الرب جميلة ولذيذة وجد أنا بحب أقول الأخت إيفان سيادة اللواء يعني كده فخلينا نحييها وإحنا بنسمع كلمة الرب وكل كلمة وكل مثل هي هتقوله لنا هيكون ليه مغزى ومعنى أتمنى كل الناس اللي ورا تكونوا شايفين كويس كل الناس في الجناب ونركز كل كلمة الرب عاوز يوصلها لقلبك آمين تفضلي يا أخت إيفان صباح الخير انا اسمي ايفان وده مش اسم بنت ده اسم راجل وانا بحب جدا الاسم دوت ولما قعدت ابحث عنه في جوجل عربي وانجليزي طلعت 23 معنى وكل ما احبط في الحياه واحس اني ماليش لازمه ويترمي علي افكار من العدو انتي ايه وانتي مين وانتي جيتي ليه وانتي مالكيش لازمه ارجع كده واصرخ لربنا يقول لي ارجعي لمعنى اسمك بس وشوفي يحمل معاني كثيره لها معنى النهارده ربنا بيقول لك انا بدعيكي باسمك دعوتك باسمك انتي لي مش اسم اللي جنبك اسمك انتي انتي محتاجة ترجعي النهاردة وتعرفي معنى اسمك عشان تعيشي دعوتك يوم من الايام ابرام كان اسمه ابرام يعني اب رفيع لما تقابل مع
يعني يقبل جمهور من الأمم. سمعان يعني الضعيف. لما تقابل مع رب المجد بقى اسمه بطرس. انتي النهارده محتاجه اسمك اللي مش بتحبيه خدي اسم تاني من الرب، او تعرفي معنى اسمك. هو ليه في كلام يا انا يا انتو؟ من فضلكم بشكر اختي جيلان اللي قالت لنا تقريبا الوعظه النهارده عن السامريه. شكرا لقياده الروح القدس ليكي يا حبيبتي. اليوم ده كان عليه حرب شرسه جدا، لكن بشكر ربنا لاجل البطله سحر. فين سحر؟ اتفضلي تعالي بسرعه. جهدت ووقفت وحربت وقاومت عشان اليوم ده يكمل، عشان ابديتك، علشان حياتك مع يسوع، علشان معنى للحياة الله عاوز يدهولك وعاوز يفتح عينيك النهاردة وعاوز يقولك كده في بداية جديدة من النهاردة لحياتك. يا بختكم عندكم بطلة. ممكن ندي يد لرب المجد يسوع المسيح؟ كلنا عارفين قصة السامرية، يوحنا 4، بس خلينا بخشوع نقرأ تاني الحق، لأن الكتاب يقول كده وتعرفون الحق والحق يحرركم. بمجرد قرايتنا بس للحق، عينيكي بس تقرأ الحق وتردد الحق وتعرف الحق، في حرية بتحصل أوتوماتيك في حياتك. عشان كده برغم أن احنا عارفين القصة، لكن في خشوع واحترام أمام ملك الملوك ورب الأرباب خلينا نقف علشان نقرأ مع بعض. يوحنا 4، أطول حديث حصل في السنين اللي يسوع جي فيها أرضنا. بالمناسبة وأنا بحضر الخدمة فبكتب كده المنيا 30-3، أنا بكتب كده 30-3، وبعدين بصيت لقيت جوايا الروح القدس بينور الرقمين دول 30-3، فوقفت قدامهم كده قال لي عارفة ليه كنت عاوز اليوم ده يتم يوم 30-3؟ لأني أنا ابتديت ككاهن لله العلي، ابتديت خدمتي وأنا عندي 30 سنة، والمدة 3 سنين عايشين على خيرهم للنهاردة. عشان كده الحرب كانت عنيفة عليكي وعلى كل الخدام وعلى اليوم النهاردة، لأن اليوم النهاردة يوم مجيد، يوم عظيم، يوم بداية عظيمة في حياتك. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. سخار بقرب الضيعة. قولي معايا بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد هكذا على البئر. تستقي ماء، فقال لها يسوع أعطيني لأشرب، فجاءت امرأته
لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها وهو؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، فلن يعطش. هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي. قال لها يسوع: يا امرأة، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب الروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي. أنا الذي أكلمك. من فضلك ارفعي إيدك معايا. في بركات من السماء نزل علينا، والله عيناه تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. قولي له: النهاردة عطشني ليك، عطشني للحق، افتح عيني وافتح قلبي وافتح روحي عليك. انا تعثرت كتير واتصدمت واتجرحت، لكن النهاردة انت جايب نفسك ليا يا رب علشان تقابلني مقابلة خاصة، عشان تقولي ايه هدف وجودي في الارض، عشان تقولي ايه معنى للحياة، علشان تديني معنى جميل اعيشه وقصة عظيمة اكتبها في تاريخ حياتي، لانك انت مخرج التاريخ. قولي له: يا رب، النهاردة مش هرجع كما كنت، لكن المقابلة الالهية هيكون فيها تغيير 180 درجة في اسم المسيح. امين. تفضل عضو. في حته ما قريناهاش بس اسمعوها، في انجيل يوحنا برضو الاصحاح 19 الكتاب يقول كده: ان رب المجد يسوع المسيح لما جيت صلب، خدوا بالكم، لما جيت صلب كان نحو الساعه السادسه. هو راح للسامريه الساعه كام؟ ولما راح يتصلب كانت الساعة كام؟ هو ده عاوز يقول حاجة ولا جت بالصدفة؟ عاوز يقول لها كده: أنا عارف أنا جاي عندك الساعة كام، لأن في نفس ذات الوقت اللي أنا جاي فيه عندك أنا هترفع على الصليب لأجل كل البشرية. أنت تمثلي كل امرأة موجودة بكل الظروف، لأن في نفس ذات الساعة اللي جلست فيها على البئر
سأرفع على الصليب. اسمعي معايا القصة ديت، حصلت في سفر التكوين الأصحاح 34. كان في يوم من الأيام واحدة اسمها دينا، ودينا ديت ما كانش ليها إخوات بنات، كان عندها 12 أخ شاب، وكان نفسها يكون ليها بنات أصحابها، فخرجت في منطقة اسمها شكيم وخرجت تدور على صحبة من صحبتها وتعيش معاها ويقضوا علاقة جميلة. وهي ماشية بتدور على حد علشان يبقى صديقها، شافها شاب وراح اغتصبها وعمل فيها الفحشاء ولبست العار، ورجعت بقلب مكسور لأبوها يعقوب، والكتاب في تكوين يقول كده فسكت. ايه ده؟ انا جايالك وانا علي العار، جايالك وانا مصدومة، جايالك وانا ضايعة، تسكت؟ انت ابويا الكبير الراجل، تسكت؟ واتصدمت دينا صدمة العمر في ابوها يعقوب. لكن تلف مئات السنين وفي نفس المكان سخار هي شكيم، تيجي الست اللي ضاع حياتها ما بين 5 رجال والسادس مش جوزها، تيجي وهي حقها مهضوم، تيجي عند بئر يعقوب وتلاقي الشخص اللي قابلها اللي رد اعتبرها وخلاها مبشرة السامرة. طيب ممكن يا سامرية، ممكن نعمل مقابلة شخصية معاكي؟ عايزين نعرف عنك أكتر. ممكن تقول أيوة أنا مستعدة للقاء دوت، أنا أحب أوريكم على مدار الرحلة ما بين 6 رجالة كان قلبي عامل إزاي. أول قلب كان بيبكي، كنت بنت زي أي بنت، نفسها تتجوز، نفسها تلبس فستان الفرح، نفسها تلبس الدبلة في إيدها الشمال، نفسها تسمع زغروطة. واتجوزت وعشت مع أول راجل، بس بعد أسبوع واتنين، أنا بتخيل معاكم ها، بعد أسبوع واتنين وشهر واتنين أنام على المخدة بالليل وأبكي، مش هو ده احتياجي، الراجل ده مش مسدد الاحتياج اللي جوايا. وتبكي، طب ما اقدرش اقول لابويا ولا اقدر اقول لامي ولا اقدر اقول لاصحابي اللي كنت هموت على الجواز. واتجوزت بس عماله تبكي. قالت طيب بصوا الحل، اسيبني من الراجل الاولاني واروح لراجل تاني واتجوز راجل تاني، ربما ألقى شبعي فيه، ربما يسدد احتياجاتي، الأول منفعش التاني ينفع. وبصينا لقينا القلب التاني. قلب ايه يا حبايب؟ مدبوح، قلب بينزف، ويجي الليل ونبص نلاقي السامرية مش بس بتبكي لكنها قلبها بينزف. ايه ده؟ قال لي كلام يوجعني، قال لي امور تجرحني، عيرني باللي فات، انا مجروحة، انا متألمة، انا تعبانة. طب خلاص انا عرفت الحل فين، انا عرفته هسيب التاني واروح لايه؟
واروح للثالث. انا اكيد 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 انا اسأت الاختيار، انا هاحسن الاختيار المرة دي. وراحت لمين؟ للثالث. ويا غاليين ينزل بمرزبة على قلبها يكسره لها، يكسر كم حتة فيه. كانت فاكرة انه الحل في الثالث، لكن ما طلعش فيه الحل. قالت طيب خلاص انا عرفت، عرفت فين الحل. لا لا اكيد انا اسأت الاختيار، معلش معلش، فرصة تاني، فرصة تالتة، فرصة خمسة، في فرص في فرص. طول ما النفس طالع داخل في فرص. ربما غلطت المرة التالتة، نروح للمرة الرابعة. وكان في قيد على حياتها، في قيد. هي مش قادرة تبطل انها تتحرك من شخص لشخص لشخص، لان اللي جواها كان اكبر جدا من ان شخص بشر يملى الجوع، فاصبح قيد. لدرجة ان راحت للخامس، فعمل ايه يا حبايب؟ كسر القلب خالص بقى. ده جابوا نصين. معقولة؟ ده انا كان املي في الاول ما طلعش، في الثاني، في الخامس تكسر قلبي. هو ده البشر يا حبايب، هو ده الانسان. يا ستي يا جميلة، احتياجك مش في شخص ارضي، احتياجك في شخص ايه؟ سماوي. سبع مرات الست دي، ثمان مرات الست دي بتقول عن نفسها امرأة. فقالت المرأة ثمان مرات بتقول فقالت المرأة، بس في مرة واحدة وحيدة يسوع قال لها كده يا امرأة. وده بيفكرنا بآدم لما الله خلقه من تراب، خلق المرأة من ايه؟ من الضلع. وقال ايه آدم؟ هذه ايه؟ هذه امرأة، لأنها من امرئ أخذت. فبنى الله هذا الضلع امرأة. النهاردة ربنا جاي يقولك يا امرأة. ستي دي كان نفسها تسمع الكلمة دي من أول راجل لحد سادس راجل، بس ما كانتش حاسة بهويتها، ما كانتش حاسة بأنوثتها، ما كانتش حاسة أنها امرأة لها قيمة، هي مجرد جسد. لكن رب المجد يسوع المسيح يقول لها يا إيه؟ يا امرأة. النهاردة الرب جاي بيناديكي باسمك. رب وقف قدام قبر لعازر ونادى عليه، يا لعازر هلم خارجا. يقف يسوع قدام الصبية ويقول لها يا صبية قومي. يقف يسوع عند الشجرة ويقول يا زكة. يسوع بيحب يناديكي باسمك، يناديكي باسمك النهاردة، باسمك. ليه ما حطش للمرأة السامرية اسم؟ عشان تحطي اسمك مكانها، عشان تحطي اسمك مكانها، عشان كل واحد فينا عنده نفس ذات الجوع، نفس ذات الجوع، وعمالة تبكي وعمالة تتجرحي من الناس وقلبك اتكسر منه حتة، وعمالة عايشة في قيد لحد لما قلبك اتقسم نصين، وانت لسه برضو عمالة تدوري انا عطشانة. مرتين رب المجد يقول انا عطشان، مرة مع السامرية ومرة على الصليب. انت رب المجد يسوع المسيح تعطش، تعطش لإيه وانت خالق الأنهار؟ قال انا عطشان لإيمان السامرية، انا عطشان لكل حد يعلن إيمانه بيا، انا عطشان لنفوس تيجي من الظلمة للنور، انا عطشان. تيجي النهاردة تقولي له وأنا هرويك من قلبي ومن صدق
صدق قلبي زي ما قال السامرية بالصدق أجبتي؟ وتقولي له النهاردة أنا هروي عطشك برجوعي ليك، أنا هفرح السما النهاردة برجوعي ليك، وتقولي له يا رب أنا عاوزة أعيش مش بقلب بيبكي ولا بقلب مجروح ولا بقلب مكسور ولا بقلب مقيد، لكن قلب حر. سارة، بصي معايا، هجسد لك الوضع اللي انت فيه بالظبط، مش بس للقلوب لكن ابليس بيعمل ايه في حياتك. اول حاجه ده خيط عادي جدا، يعني لو قطعتيه كده لو شدتيه كده اتقطع خلاص، مش محتاج حاجه تاني، مش محتاج حد قوي علشان الخيط دوت يتقطع. ابليس بيعمل ايه؟ بصي ابليس بيعمل ايه، يربط وانت فاكره انه القيد دوت بسهوله جدا هتخلص منه، بس لو جيت قلت لساره حاولي تقطعي الخيط دوت تقدر تقطعه؟ لا، لانها لو حاولت تقطعه ايديها اللي هيحصل فيها ايه؟ هتتقطع. يسكت ابليس على القيد ده؟ لا، في قيد تاني شفاف. بصي محدش شايفك بالليل، محدش شايفك، ده أحلى وقت. طب خبيه على الموبايل شوية حاجات كده تتغذي بيها كده وتروقي بيها، قيود أبونا ما يعرفش حاجة، بابا ما يعرفش حاجة، ماما ما تعرفش حاجة، قيود شفافة إبليس عمال يقيدك بيها وأنت فاكرة إنك حرة، لكن الحقيقة أنت مقيدة بقيود شفافة. ويقيد العدو ويلف عليكي ومفيش حد شايف حاجة. يسكت العدو؟ لا، لسه عنده تاني. يوم من الأيام شمشون قال لدليلة كده، قالت له بماذا يوثق لإذلالك؟ أنا عايزة أذلك، جيب من الآخر يا شمشون. قال لها اربطيني بحبال طرية. هزر شمشون مع الخطية لحد لما تقلعت عينيه، ويعمل العدو كده وتهزري معاه وتهزري وتخشي في علاقات وتمشي مع شباب وفاكرة نفسك انك قوية وتقدري تطلعي من العلاقة دي بسرعة، ولا حد حس ولا حد شاف، اهو جوع جوايا وعطش جوايا ارتوى بكلمة حلوة بلمسة حلوة وخلصنا على كده، ومش عارفة ان العدو عمال يربط فيكي وعمال يأيدك. شايفة؟ والعدو عمال يربط وانتي مش دريانة. يسكت؟ لا، لسه في عينين بتشوف. العينين دي انا لازم احط ايدي عليها، وزي ما قلعتها من شمشون انا لازم اقلعك عينيكي. ويعمل ايه العدو؟ يغمي العينين. البنت الجميلة سارة ينفع تجري معايا؟ ينفع تاكل؟ ينفع تعيش حياة طبيعية؟ لا، لأنها مقيدة. يسكت العدو عند القيد ده، يقول ممكن تشيله، ممكن حد يفكه لها، ممكن تفكه، بس في قيد أصعب وأكبر وأتقل
هو ده اللي انا هربط علشان اضمن تماما ان الفريسه دي في بقي. شمس سامعين؟ دي ايه دي؟ سلاسل. ويمتلكك العدو، وانتي انتي اللي اديتي له فرصه، انتي اللي مديتي ايديكي زي شمشون، انتي اللي اديتي له فرصه ان هو يربط 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 المره دي بس المره دي بس، وكل مره عمال يربط لحد لما يتحكم فيكي تماما. هيقدر يجرك في اي حته هو عايزها ويعمل بيكي اي حاجه هو عايزها. وادي بيوت الدعاره مفتوحه، وادي الناس مكسوره، وادي النفوس مقيده، مخدرات، ادمان، شر، كل انواع الشر. وبالتدريج ابليس قدر. اوعي تفتكري انك كبيره على الخطيه، اوعي تفتكري انك انت هتقدري تطلعي من العلاقه ديت. الرب النهارده جايبك، وكان الرب بيجاهد معانا علشان اليوم دوت، عشان خاطرك انت وعشان خاطر ابديتك. اذا السامريه جابت السامره، امال 2000 بنت ممكن يجيبوا ايه؟ ممكن تحركوا العالم كله. النهارده قولي له يا رب افتح عينيا، يا رب فك قيودي، يا رب انا عايزه اكون انسانه حره، انسانه حره. خليني اقول لك حاجه قبل ما اكمل فك لساره. اسمعي كويس قوي معايا، اسمعي كويس قوي. في فرق شاسع ما بين ان الله يسامحك وان الله يغفر ليكي. التسامح والغفران فرق شاسع. خليني اوضحه لك. التسامح يعني انت مربوطه في خطاياكي، معلش يا رب معلش سامحني سامحني، ويسامحك، انا بحبك وهسامحك، لكن ارجع تاني اعمل الخطيه، ارجع تاني انسانه مقيده مش قادره ابطل الخطيه اللي انا بعملها، لاني انا طلبت التسامح. بس النهارده الرب جاي يقولك حبيبتي ممكن تطلبي الغفران. يعني ايه غفران؟ يعني الخطايا بتاعتك، الاحمال بتاعتك، القيود بتاعتك تتشال وتتحط على واحد تاني. مين الواحد التاني ده؟ رب المجد يسوع المسيح. ساعتها يحصل اطلاق، يحصل حرية، يديكي طبيعة تانية، تجري ساعتها زي السامرية وتشهدي إنسان قال لي كل ما فعلت. تعالوا انظروا، ما قالتش تعالوا اسمعوا يا ناس، ما قالتش تعالوا نحكي، قالت تعالوا ايه؟ انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. النهاردة الرب جايبك مخصوص حبيبتي، جايبك مخصوص ويقولك كده، اوعي تطلبي تاني تقولي له سامحني، تقولي له ايه؟ اغفر خطيتي، اغفر خطيتي. لما شاف المفلوج يقول له كده مغفورة ايه؟ مغفورة لك خطاياك، يعني خطيتك اتخذت من عليك واتحطت ايه؟ عليا يسوع اللي بلا خطية. حد بقى يفكك من فضلك ساعديها. هللويا. مزمور 103 يقول كده، باركي يا نفس الرب. انتوا شاطرين قوي، انتوا شاطرين. قولوا معايا، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل الذي يغفر ايه. في باب هنا هنخبط عليه كده وهنفتح الباب ونلاقي يسوع كاتب ايه؟ الذي يغفر ايه؟ جميع ذنوبك. تغفر؟ اه. حتى
حتى الحاجة الفلانية اللي كسرت قلبي، أيوة، حتى لما رحت لأقرب الناس عشان يشيلوا العار اللي وقع عليا وسابوني، أيوة، حتى لو عملتها 5 مرات وماشية في 6 مرة، أيوة، رب النهاردة جاي عاوز يغفر الخطية، عايز يحررك من القيد دوت، عايز يفكك، عايز يطلق المأسورين أحرار. ما بيننا خدام، وبشكر قناة الكارما وشرف لي أن أنا أكون بنضم للحدث النهاردة من خلال قناة الكارما. في خدام بيتفرجوا علينا، رب النهاردة جاي للخدام وجاي لكل بنت عايزة تخدم يسوع وبيقول لك كده: إيه أخبار حياتك مع المسيح؟ هل أنت شجرة مثمرة؟ هل اللي حواليك بيأكلوا من الثمر بتاعك؟ ولا عاملة زي الطبق ده، طبق جميل، طبق فاكهة حلو جداً، مليان بالألوان الحلوة، ولما أسأل أي حد من البنات: ها بتحبي إيه فاكهة؟ واحدة تقولي موز، واحدة تقولي تفاح، واحدة تقولي مانجا، كل واحدة تقولي حاجة، بس ما ينفعش اخد من الصوره دي فاكهه واديها لك، ما ينفعش، لانها ايه؟ صوره، لانها ايه؟ مش حقيقيه، لانها ايه؟ مش حقيقيه. طيب عايزين ناكل، من فضلكم جعانين وكلونا. طيب حاضر، حضرتك تحبي ايه؟ أنا بحب جداً الموز. في طبق فاكهة هو جميل، ينفع نمسك الموز ونأكله أكل وننبسط، ده مليان بوتاسيوم، ينفع؟ ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ أسمع، مش حقيقي، ده بلاستيك، ده منظر، ينفع نمسكه بس ما ينفعش نأكله، ينفع نبص عليه بس ما ينفعش يخش جوه ويشبعني لأنه بلاستيك. طيب يمكن شكله بلاستيك شوية، أشوف كده حاجة تاني. إيه الجمال ده؟ ده حلو قوي، أنا عايز أكل منه. التفاح شكله حلو، والبطيخ والعنب روعة، بس لو حد من البنات قرب مني ومسك الحاجة ديت هيلقاها ايه؟ بلاستيك. هي شكلها حقيقي جدا، بس هي في الحقيقة ايه؟ بلاستيك. طيب هل في حاجة تاني ممكن تشبعنا وممكن تروينا؟ شفتوا الحقيقي عمل ايه؟ كلنا بنسن سنانا. شفتوا الحقيقي ضحككم ازاي وبسطكم ازاي وشوشكم كلها انفرجت اسريرها ازاي؟ عشان ده ايه؟ ده حقيقي. لما طلعت الـ3 انواع التانيين انتوا ما فيش حد تشد فيكم خالص، لكن لما طلعت الحقيقي كلكم قدرتوا تميزوا الحقيقي. على فكره ده هيتاكل بعد الهوا، يعني ما تخافوش، رب يبارك في الـ5 خبزات وسمكتين. الرب النهاردة جاي بيقولك: الخادم والخادمة اللي ما بيننا، يا ما ظهرتي في الصورة شكلك حلو قوي، وبعد لما اكتشفت
اكتشفوا انك انت مجرد صوره. حاولتي تكوني منظر حلو، بس لما جم الجعانين يقربوا منك لقيوكي بلاستيك. اتخدعوا الناس فيك وفيكي، وهيموتوا من الجوع وهيموتوا من العطش، وبيدوروا على الشجرة المثمرة. لقيوا ثمر جميل جدا، قالوا بس جوعنا هينتهي وهنشبع. وجم يقربوا لقيوا مش حقيقي، مش حقيقي. لكن في اسم الرب يسوع المسيح النهارده ربنا بيقول لك وبيقول لك خلي بالك، عندك رحله في الحياه قصيره او طويله، هل لها معنى؟ هل حياتك بتشبع اللي حواليك؟ هل انتي شجره مثمره؟ هل انتي شجره مثمره؟ هل انت شجره مثمره؟ واللي يعدي من تحتيها يلقى ثمر، يقعد ويستظل تحتها وياكل ويشبع ويجيب الناس علشان تاكل من الثمرة بتاعتك والثمرة بتاعتك. آخر حاجة عايز أحكيها معاكم، ركزوا معايا كويس قوي لأنها حاجة مهمة. عندنا لمبة، عندنا لمبة، اللمبة دي محطوطة في الكهرباء بس مش بتنور، محطوطة في الكهرباء بس مش بتنور. وبعدين عايزينها تنور، فروحنا قلنا ربما لما نحط المية في الكهرباء المية ايه؟ تنورها. حد عايز يجرب؟ فعندنا كوبايتين، الكوباية الأولى حطينا فيها مية، والكوباية الثانية حطينا فيها كمان مية. الكوباية الأولى سيبنا المية وحطينا شوية ملح في الكوباية التانية، ونجرب نحط الكهرباء في المية. أنا كاتبة الوصية بتاعتي فتقلقوش يعني. هنحط الكهرباء في المية، ما نورتش، ما نورتش. طيب نشيل الكهرباء من المية دي ونحطها في المية التانية. ايه ده؟ ايه ده؟ لما حطينا الملح في المية الكهرباء ايه؟ النور نور. عشان كده يسوع قال حاجتين، انتم نور العالم، انتم ملح للارض. حبيبتي عشان خاطر المسيح الرب جايبك النهارده عشان يحل خيودك، علشان تروحي لفلانة والعلانة اللي موجودة معاكي في المدرسة، اللي موجودة معاكي في البيت، اللي موجودة معاكي في الشارع، صاحبتك، جارتك، في المواصلات، في كل حتة، تروحي وتقول لها يسوع غير حياتي. السامرية ما درستش لاهوت يا حبايب،
سامرية ما تلمزتش، سامرية تقابلت مع يسوع. النهاردة يسوع بنفسه جاي بيتقابل معاكي. يا دينا، يا يوستينا، يا مارينا، يا مريم، يا سامية، يا سلوى، يا مادونا، يا فادية، يسوع بينادي عليك النهاردة. بينادي عليك بالاسم لأنه يهمه اسمك. لشخص واحد أعلن ذاته ويقول الذي أكلمك هو. حاول هيرودس يقول له هو أنت ملك اليهود؟ ما تقول لنا آية، ما تقول لنا حاجة عنك، عايزين نعرف. للملوك لم يعلن ذاته، أعلن ذاته للسامرية. هختم بقصة حقيقية حصلت معايا وبعدين نصلي. مستعدين؟ تقريبا أنا ركبت مترو رقم واحد في مصر، بركب المترو كتير جدا، وعربية الستات دي حبيبتي قوي وبحبها جدا، وبحب قوي البنات والستات أتكلم معاهم بحسب قيادة الروح القدس. يعني ايه مترو؟ حد ما يعرفش يعني ايه مترو؟ مواصلة. اوكي، اطلعوا على جوجل وشوفوها. مواصلة كده زي القطر بس جوه البلد، يعني القطر بره البلد، لا هي جوه البلد بتنقلنا من منطقة لمنطقة. اوكي، فدي مواصلة اساسية في القاهرة تحت الارض، في منها تحت الارض وفي منها فوق الارض. وزي ما يسوع كان بياخد السفينة ويقف يكلم الناس، انا بالنسبة لي عربية المترو كده بالظبط، بتاعة السيدات. في عربية للستات عربيتين، وفي الباقي 9 عربيات، هما 7 عربيات للرجال. وكنت راكبة وبقول له استخدمني يا رب، استخدمني، عاوز تقول ايه. ركبت والمترو كان زحمة جدا جدا، وبعدين المترو قفل بابه وهيمشي. بصينا لقينا فجأة المترو بيفتح الباب وفي 2 موجودين على الرصيف، واحدة دخلت والباب قفل. بصيت لها كده وابتسمت ابتسامة جميلة، وكان جوايا جملة واحدة من الروح القدس: لما تجيلك فرصة امسكي فيها وما تسيبيهاش. وسبتها ابتديت اتكلم مع الناس، وبعدين الروح القدس جوايا اسأليها هي عارفة هدف وجودها في الحياة ايه. فروحت بصلها كده وقلت لها عندي سؤال ليكي. قالت لي اتفضلي. قلت لها هو انتي موجودة هنا ليه في الحياة؟ هو الله خلقك ليه في الأرض دي وفي البلد دي وأبوكي وأمك دول؟ ليه؟ قالت لي عشان أمجد ربنا. قلت لها بصي الشعارات دي ما بحبهاش وما بتدخلش ولا دماغي ولا قلبي، اشرحي لي أكتر. قالت لي ممكن انتي اللي تقولي لي ايه هدف وجودي في الحياة؟ وابتديت على مدار حديث طويل جدا أكلمها عن النور وعن ايه؟ وعن الملح، وأقول لها هو ده الهدف اللي انتي وجدتي لأجله في الحياة. زي ما السامرية اتقابلت مع يسوع وسابت جرتها وجريت على الناس، الكبير والصغير، الزاني والحرامي، الراجل والست، جريت عليهم بكل قلب مليان بالحياة. تعالوا انظروا إنسان قال لي حضرتك موجودة عشان كده.
بصت لي مارينا وقالت لي ياه انت جيتي في وقتك قوي، ربنا بعتك ليا في الوقت الصح. ردت واحده من حبايبنا قالت لها كده يا بختك على كل كلمه سمعتيها من الست دي، ده كلمه واحده ممكن تغير حياه. قلت لها سامعه يا مارينا؟ سامعه بيتقال لك ايه؟ وكذلك يوستينا وهي نازله من المترو على المحطه، فالروح القدس قال لي روحي قولي لها المسيح بيحبك قوي. فروحت قلت لها حبيبتي المسيح بيحبك قوي وسبتها ومشيت. وبعدين ربنا رجعني ليها تاني، قلت لها اسمك ايه؟ قالت لي اسمي يوستينا. قلت لها يا يوستينا عارفه معنى وجودك في الحياه ايه؟ قالت لي لا معرفش. وابتديت احكي معاها عن قصه استير، حضنتني قوي 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 وقالت لي ربنا بعتك في الوقت الصح. انا نفسي النهارده مارينا اللي موجوده في وسطينا تقف. مارينا فين؟ مارينا اقرب مارينا ليا، اقرب مارينا ليا، ويوستينا ويوستينا اقرب يوستينا ليا. انت كان اسمك ايه؟ مارينا. وانت ايه؟ يا نهار ابيض. خليكوا هنا خلاص، معلش خليكوا هنا. جوايا الروح القدس يقول لي في مارينا ويوستينا موجودين، انا عندي خطه لحياتهم، عندي خطه لحياتهم، وهو عنده خطه لحياه كل واحد فيكم. عشان كده انا عايزه اقدم لمارينا الصوره ديت، وعايزه اقدم ليوستينا الكتاب دوت. يلا بينا نقف مع بعض، يلا بينا نقف مع بعض. رب النهارده من فضلك حبيبتي، ملك الملوك ورب الارباب في وسطينا، محتاجة تهدي، تكلميش مع اللي جنبك، ركزي قوي في اللي هتسمعيه دلوقتي. ممكن فريق التسبيح يتفضل، فريق العزف يتفضل، تفضلوا يا حبايب، محتاجاكم. غمضي عينيكي معايا. رب بيقول لك يا دينا اتظلمتي، اتظلمتي وجريتي على الكبير علشان يرد لك اعتبارك لكنه ساكت. بس بعد مئات السنين في يسوع المسيح جاي يرد لك اعتبارك النهارده ويقول لك انت بنتي، انت بنتي. واذا الناس ما ادوكيش الاعتبار والكرامه، انا بنفسي أنا الذي أكلمك، هو أنا جاي بنفسي النهاردة أرد ليك اعتبارك. الوقت اللي اتقابل فيه يسوع مع السامرية هو نفس ذات الوقت اللي راح فيه للصليب، بيقولك أنا دفعت الثمن، دفعت ثمن العار والخطية، دفعت ثمن الربط اللي تربطتي بيها. إبليس نجح في إنه يربطك بحبال طرية، يربطك بخيط، يربطك بنايلون، يربطك. لكن هللويا هللويا لرب المجد يسوع المسيح، يقول كده روح السيد الرب عليا لأنه مسحني أرسلني لأبشر المساكين، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. إذا أنت مقيدة بخطية معينة من فضلك ارفع إيديك. إذا أنت إنسانة عشت الوقت اللي فات مش حقيقية،
من فضلك ارفعي ايديكي. إذا قلبك أي نوع من أنواع القلوب ديت، قلب بيبكي، قلب بيبكي، قلب مجروح، قلب اتكسرت منه حتة، قلب مقيد، قلب اتكسر نصين، يسوع النهاردة بيقول لك كده، أنا جاي مخصوص عشان أشفي منكسر القلوب. لو قلبك اتكسر زي السامرية 5 مرات، الرب بيقولك كده، خدي بالك من اللي هقولولك، الرب بيقولك أنا أقدر أصنع عجائب من خلال القلب المكسور إذا سلمتيلي كل القطع بتاعته. السامرية سلمت كل القطع بتاعة قلبها وأصبحت مبشرة السامرة. النهاردة سلمي له القطع بتاعت قلبك اللي اتكسرت، اتكسر 3 مرات، 5 مرات، 20 مرة، 100 مرة، سلمي له كل القطع النهاردة. قولي له ده اللي حلتي، قلب متدشدش، قلب مطحون، قلب حزين، قلب مقيد، النهاردة يا رب، النهاردة انت جبتني مخصوص عشان المقابلة دي، انت جبتني مخصوص علشان تلمسني اللمسة الإلهية. واخرج، اخرج بمجرد ما خلص من هنا، اخرج واشهد واقول يسوع، يسوع مش سامحني، يسوع غفر خطاياي.
الرب بيقول لك لو في نجاسة برص برص لمسة من يسوع تبرق الأبرص. لو في عمى لمسة من يسوع تفتح عينيكي. لو في انحنى ظهرك محني مربوطة وأنت ابنة إبراهيم، لمسة من يسوع يبرئك ويقولك محلولة من ضعفك. لو مفلوجة، لو في شلل سنة واتنين لحد 38 سنة، زيارة من يسوع تقيمك. لو في نزيف، نزيف في الوقت، نزيف في العلاقات، نزيف في المشاعر، نزيف نزيف نزيف، لمسة من هدب يسوع توقف نزيفك وتبرئك في الحال. النهاردة قولي له أنا كله يا رب، أنا كله، أنا عمية ومقيدة ومشلولة وإيدي يابسة ومنحنية وبنزف وبعرج، أنا ميتة أنا ميتة. يجي يسوع عند قبرك النهاردة ويقولك يا مريم يا مرثا يا منى يا سامية يا جميلة، قومي قومي يا بنتي قومي. لما عد عليه الشاب كان في النعش، وحيد أمه، كان في النعش يعني متربط، يعني مش عارف ده راجل ولا ست ولد ولا شاب كبير ولا صغير، بس لأنه رب المجد يسوع يقول له أيها الشاب لك أقول قم. النهاردة يسوع بيقول لك يا شابة يا امرأة، متهيألي كده أول ما السامرية سمعت فقال يسوع يا امرأة، تقول أنا امرأة، أخيرا سمعت إني أنا امرأة. كان نفسي أشوف ده في عينين الراجل الأول والتاني والخامس حتى السادس، كان نفسي أشوف القيمة والاحترام والتقدير، كان جوايا الجوع والعطش. لكن جيت لرب الحياة يسوع اللي كان عطشان ورويته بإيماني، وأنا كنت عطشانة ورواني بخلاصه. قولي له النهاردة مش هسيبك يا رب، النهاردة تدي لحياتي معنى. أنا جريت يمين وشمال في علاقات وفي صور وفي رسائل، وطلعت على النت ودخلت في حتت وعملت مصايب، ووسخت عينيا ووسخت رجليا وظهري انحنى وحالتي حال وصلت لحد الموت، وتربطت كلي اتربطت كلي. لكن يسوع يقول للعازر حلوه حلوه ودعوه يذهب. وناس كتير قوي جات لي يسوع من خلال العازر، في اسم يسوع تتحلي من ضعفك
وتجري تجري تجري وتشهدي عن سيدك يسوع المسيح. تصدق دلوقتي ان الرب يسوع موجود هنا، الرب يسوع جنبك، الرب يسوع جه علشانك. صدق انك ما جيتيش هنا صدفه، صدق انك موجوده هنا لان هو اللي جابك هنا.
من فضلكم يا جماعة نقف كلنا مع بعض، هنصلي، هنصلي مع بعض، كلنا هنصلي. في حد هنا مش محتاج للرب؟ في حد هنا مش محتاج ان الرب يغيره؟ لو كنت محتاجة كده من فضلك اقفي مكانك. انا محتاجة ان الرب يغير قلبي، محتاجة انه مصيري ما يكونش جهنم. على فكرة جماعة جهنم دي ما اتعملتش لينا، دي اتعملت لإبليس وجنوده. علشان كده النهاردة في وقفة، الوقفة اللي انت وقفتيها دي انت بتقولي للرب انا عاوز اغير اتجاهي، انا عاوز اقولك النهاردة ان انا ملكك، بدل ما انا ماشية في ايد إبليس كده مع اللي رايح واللي جاي، النهاردة عايز امسك ايدك. النهاردة عاوزك تغير قلبي يا رب، أنا محتاجة لقوة تغيير، محتاجة إنك تيجي وتغير قلبي، محتاجة رب إنك تيجي النهاردة وتغير حياتي كلها، محتاجة إنك تيجي رب وتاخد بإيدي وتنقلني من الضلمة اللي أنا عايشة فيها وكل الحياة الصعبة اللي أنا تايهة فيها، انقلني يا رب للنور النهاردة. خليكي واقفة زي ما انت، احنا عايزين وقفة التغيير دي. وقفة التغيير دي هتحكم على حياتك، يا اما هتروحي السماء يا اما هتروحي جهنم مع ابليس وجنوده. قولي له انا عايزة اسمي يتكتب في سفر الحياة، قولي له انا عايزك تيجي تغرقني بدمك، عايزك تيجي تغرقني بدمك اللي بيطهرني من كل خطية النهاردة. يا رب أنا جاية مصدقة ومأمنة فيك يا رب، إنه صليبك يا رب هو تمن الحرية بتاعتي، صليبك هو تمن فك قيودي، صليبك يا رب، صليبك ودمك هو اللي جاي يغسلني النهاردة، هو جاي يقولي مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام، ولا تعودي تخطئي، تغلطيش تاني. بس انا قبلتك النهارده رب يسوع يا جماعه جاي وفارد ايدي الاثنين، فارد قلبي، بيقولك انا مت علشانك، خلاص انا دفعت الثمن، انا دفعت الثمن، انت مبرره، انت محبوبه، انت محبوبه، انا دفعت ثمن كل خطاياكي. قولي له رب انا جايه بتوب ليك النهارده، انا جايه بقبلك مخلص لحياتي النهارده يا رب، انا جايه بقول لك اغسلني بدمك يا رب، اغسلني بدمك، اكتب اسمي في سفر الحياه يا رب النهارده، يكون يوم فارق بالنسبه لي، يكون يوم يا رب يحولني من الضلمه للنور يا رب، امشي معاك ومش هسيبك، امسك ايدك ومش هسيب ايدك يا رب، ادي لك قلبي وادي لك حياتي بالكامل، مش اديك حاجه وحاجه لا، بس انا جايه النهارده بسكب طيبي عند رجليك يا رب، انا جايه يا رب بكل دموع في قلبي، انا جايه يا رب بكل وحاشه فيا، انا جايه بصدق يا رب النهارده ان دمك بيطهرني وانا وحشه وانا مذلوله وانا جايه بالعار، لكن اشكرك يا رب، اشكرك لانك بترفع راسي معاك النهارده، لانك بتعلي مقامي يا رب، بتعلي مقامي النهارده، بتطلقني للحريه والبركه النهارده، اشكرك لان دمك اترش على الخيمه النهارده، اشكرك لان دمك اترش على كل واحده فينا النهارده، انت باسمك جاي عشان ياخد بايدك، قولي له اشكرك يا رب لان اليوم اسمي اتكتب في سفر الحياه، قلبي وحياتي وكل ما لي يا رب سلمتك الكل يا رب، عشان كده يا رب هخرج النهارده وانا مختلفه، هخرج النهارده يا رب وانا بنتك بعد ما كنت عبده للشيطان، لكن هخرج حره يا رب ليك، هخرج حره، انت ماسك ايدي ورافع راسي، اشكرك يا رب واسبحك
برفعك يا ربي في وسطنا. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك لأن اسمي اتكتب في سفر الحياة. هاللويا هاللويا هاللويا. راجع للآب الحنان واثق إن أنا ايدك فوق عالي قوي، قوليها انا بمسك ايدك يا رب النهارده، مش هسيبك مش هسيبك. انا النهارده سبت الماضي، من فضلك امسكي ايده قوي. هو واقف جنبك، هو عاوز كمان يمسك ايدك، هو جه علشانك النهارده، هو كمان مش هيسيبك، هو بيحبك قوي. مكتوب كده محبة أبدية أحببتك، محبة أبدية أحببتك. هيفرح قلبك، الحياة اللي انت عشتيها تعب ومرار وتعاسة هتعيشيها فرح، فرح في إيد الرب وانت ماسكة إيد الرب وانت عالي. خلينا كلنا نقول بصوت عالي، همسك إيدك يا رب ومش أسيبك. لا أنا مش سامعة أصواتكم، قولي له همسك إيدك ومش أسيبك. هتبعك يا رب، هفرح قلبك يا رب، كل الناس هيشوفوني فيك يا رب، هيشوفوك فيا، كل الناس هيشوفوك فيا يا رب، كل مكان هروح فيه هنور يا رب، هبقى شهادة، هبقى شهادة لمجدك يا رب في اسم يسوع. قولي كده أنا محبوبة، أنا مبررة في دم يسوع. آمين. آخر حاجة، ما ينفعش نحبكم بالكلام واللسان لكن بالعمل والحق. في ورقة جميلة بسيطة مكتوب عليها كده: افرحي أنت محبوبة غالية جميلة مميزة، يسوع بيحبك قوي. وراها كده كيو آر كود ليه حاجتين. اول حاجه البوم اغاني ينفع تشيريه لاصحابك البعاد، ينفع جدا، وده يكون زي السامريه لما راحت وشهدت، ينفع جدا. 25 اغنيه انا مالفاهم وملحناهم ومغنياهم، فيهم كل مبادئ يسوع بشكل جميل.
الحاجة التانية، في حاجة اسمها مدرسة الأبطال عن شخصيات الكتاب المقدس. ما تنسيش تاخدي الورقة الجميلة دي وانتي خارجة. شكرا جدا. في سؤال مهم، في بنوتة جميلة كانت في المدرسة زيكم من حوالي 372 شهر وعانت كتير قوي من مديرة المدرسة. عارفين دي يعني ايه؟ اللي تعبت كل البنات المسيحيات وألزمتهم يلبسوا الحاجات دي، وكان في بنات كتير بتضيع نتيجة الاضطهاد ده والوجع ده والفقر والجهل اللي هم فيه، لكن الرب حط في البنوتة دي ان هي تدور على البنات. طب وانا ليه احكي لكم الحكاية؟ ما البنوتة دي واقفة جنبي وانا هسألها ازاي ابتدت الخدمة، بس قبل ما اقول لها عايزين نقول لها كل سنة وانت طيبة. خدمة بنات الكرمة كملت 31 سنة. معاكي 3 دقايق تقول لنا ازاي ابتدت الخدمة، ايه الهدف؟ الهدف انه زي ما الرب اوجد سحر من سنين طويلة، الرب يوجدك انت لسنين جاية. ففكري، لان في ناس كتير قوي منتظرة تتقابل مع المسيح من خلالك انت يا صغيرة لسه. بكرة الرب هيباركك في خدمات وتكبري ويعدي عليك 372 شهر، يعني 31 سنة في خدمة الرب. ازاي ابتدت الخدمة يا اخت سحر، وازاي كبرت لغاية لما وصلنا لكل البنات الجميلات دول؟ ده سؤال مفاجئ بس ماشي. ابتدت الخدمة من واحنا في مدارس ثانوي، وكنا بنشوف تعصب غير عادي في المدارس، وكان في مديرة صعبة قوي كانت بتأمر البنات إذا ما راحوش حاطين حاجة على شعرهم ممكن يطردوا برا أو يقفوا طول النهار في الحوش من غير ما يعملوا أي ذنب. في الوقت ده ربنا حرك قلبي، إيه اللي بيحصل؟ إحنا فين؟ صليت وقلت رب من فضلك الناس دي لازم يدخل في حياتها النور، البنات بتوع المدارس دول. وابتديت أشارك وأشوف أقرب كنيسة من المدرسة، وابتديت أصلي من أجل البنات، يا رب من فضلك عاوزين نوصلك للبنات دول، عاوزين نوصل رسالتك للبنات دول. في الوقت ده لقيت كنيسة ما بينها وما بين المدرسة مفيش 20 متر، والكنيسة دي كأنه ربنا حطها في المكان ده علشان البنات دول. ابتدينا نعمل الاجتماع، اجتماع بنات، وسميناه اجتماع بنات المدارس. وكنا بنقول لهم يا جماعة نبعت لهم ناس، واحنا كمان كنا بنروح في اجتماع هنا جنبكم. في الاول كان صعب قوي البنات يجوا الكنيسة والاجتماع، لانه كان في يعني مضايقات من بره كمان، لكن نشكر الرب. الاجتماع اللي بدأ بأربع بنات في وقت قليل قوي بقى 150 بنت، والاجتماع اللي كان اجتماع واحد ابتدينا ندور على الكنائس اللي جنب المدارس ثانوي ونشوف البنات، ونروح احنا كمان لابسين اليونيفورم بتاعهم بره باب المدرسة، كنا فريق كامل، ونقول لهم تعالوا معنا احنا عاوزينكم. وكنا بناخدهم الكنيسة، كنا بنعمل اجتماع، والاجتماع ده بنعمل فيه حاجات كتير قوي، بنوعي البنات وبنقدم لهم رسالة المسيح. عايزة اقول لكم انه في خادمات هنا كانوا بيحضروا الاجتماع من كام سنة. فين الاخت عفاف والاخت مريم عاوزة الناس اللي كانت بتحضر اجتماع المدارس ممكن تقفوا، ممكن تقفوا. الناس اللي كانت بتحضر اجتماع هم اختفوا ولا ايه؟ الناس اللي كانت بتحضر اجتماع المدارس معانا هم بقوا خادمات، اتفضلوا شكرا. وهم اللي بيجيبوكوا دلوقتي للايام الروحيه. بعد كده الفكره ابتدت تكبر بمجموعات تلمذة، ثم ايام كبيره، ثم انه كل بلد في كل قريه مش بنسيبها غير لما نعمل فيها اجتماع بنات. علشان كده انتوا قدرتوا تيجوا. انا عايزه اقول حاجه اخيره، انا ممنونه للرب قوي النهارده، ولازم اقول ده قدام كل الناس. اليوم ده تحارب حرب شرسه، عمري
ما عملنا يوم وحصل فيه اللي حصل المرة دي، لكن أنا عاوز أقول إنه الرب هو اللي عمل اليوم ده فعلا، ما كانش بصنع إيد بشر أبدا، لأنه كم المحاربات اللي شفناها، مع كم المعجزات اللي شفناها، مع كم الحضور الإلهي. أنا كنت بقول للخادمات وبشاركهم، على قد ما احنا شايفين حرب على قد ما احنا هنشوف مجد. ولو اليوم ده اتعمل علشان بنت واحدة تعرف المسيح، أنا هعمل اليوم ده. صح صح، وعملناه، ومش بإيدينا ومش بقوتنا ومش عشان احنا شطار وجدعان أبدا، ده عشان الرب هو ملك المجد اللي يستحق كل المجد، هو اللي عمل اليوم ده. مجدا للرب. تعالوا نقف كلنا نسبح الرب ونختم اجتماعنا بالتسبيح والتهليل، واحنا بنهتف لاسم الرب إلهنا، الإله الغالب المنتصر في كل الظروف. حررني يسوع، ما فيش
نفسي هللي نفسي تهللي.